اليوم مشاهدينا مثل ما ذكرت ببداية عالم الصباح رح نودعكم حوالي الساعة 12 ونص لها السبب. هلأ الوقت كله المتبقي رح بيكون لحتى نكفي تحضير الأطباق مع سهيلة. هلا عن قريب صباح الخير. صباح النور. خلينا نرجع هيك نذكر كل المشاهدين اليوم شو كنا عم نحضر لحتى شوي شوي نقدر نحكي عن كل الاطباق. اوكي. احنا حضرنا الروست اليوم مع الخضره. عظيم. وحضرنا بدل ما نعمل بطاطا بيريه عملنا بطاطا محشيه بصوص البشاميل وعليها جبنه مبروشه. اوكي، هيدي اول. هذا البلا الرئيسي. بدنا نعمل هلا سلاد كمان اللي هي روكا مع الشمندر وجوز وجبن الحلوم اللي شويته هون. هلا بجوز الجبن الحلوم اذا مرقت من عندي ما توصل لعندي. اطيب شيء مش معقول الجبن هيك مشويه، الجبن الحلوم المشويه. ايه اكيد. فاذا هيدي الروكا هيدي 100% دايت اللي بدي اعمل دايت. حتى كم فيها فيتامينات كثير. ما هي كثير مهمه الروكا. ايه اكيد، خاصه برمضان لازم نخفف شوي زيوت. نحاول قد ما فينا نخفف. انت عامله شكلين، رح نعمل صحنين، هون عندنا بندوره هونيك عندنا. لا كله لحطه مع بعضهم، بس كنت قبل كنت عم ساويهم. عظيم. نحطهم كلهم سوا. رح نرجع ناخذ صحن واحد. هلا طريقه التحضير بتختلف. ايه كل واحد حسب شو بحب. ايه حسب الرغبه، في ناس كثير كل واحد بحب بيزين على ذوقه يعني. بس التزيين مهم. ايه الاكل منظر اكيد. صحيح. فاذا هيدي السلاد روكا والبندوره والشمندر. هلا بعنا شيء بالفرن ما هيك؟ شوي. اوكي حطي شوي بس بعد. منحط كثير، ما عندنا مشكلة. الروستو من بعد ما سلقناها حطينا بصلة شوية قد ما بيكون توم، يعني ممكن 4 حصوص أكثر شيء. في ناس ما بيحبوا، في ناس بيحشوها بالتوم، في ناس بيحشوها بالجزر. في ناس ما بيحبوا. بقى الأفضل لما يكون الواحد عازم حدا أو عنده عزيمة أو شيء ما يحط توم. في ناس ما بيحبوا. بقى انا حطيت لها بقلب الصوص توم اللي هي بصل مع جزر روك كرافس وكرات، وسلقتهم من بعد ما قليتها. اكيد قليتها بشويه زبده، كمان ما كترت لها زبده. رجعت سلقتها، بتاخذ سلقه شو 3 ساعات تقريبا. هالقد؟ ايه كثير بدها سلق. هلا اذا حطيتها بالبريستو ممكن، بس انا بحب انه تنسلق على مهلها هيك تسخسخ على مهلها. إيه. عشان الخضره تاخذ كل خواص اللحمه، لانه نرجع نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل انه نحطهم بقلب المكنه. هلا هيدي رح نرجع لها، خلينا نخلص لكان السلاد اللي عندنا هون. بعد نحط وحده بدنا بعد. ايه اكيد، كل ما كانت هيك مزينه كل ما احلى السلاد. عظيم. هلا بنجيب الجبنه المشويه، اهم شيء بدنا نحطها. لكن عندنا الروكا وعندنا الشامبينيو وعندنا الجبنه، وبعدين رح بيصير عندنا الشمندر. بدنا نحط الشمندر هلا. احنا كل هالاطباق يلي عم نشوفها عم تتحضر عنا بالاستوديو رح بتكون موجوده بيقدر واحد يوصي عليها بشهر رمضان، ما هيك؟ اكيد. اكيد كل الاطباق هاي، وحتى كمان في اطباق غيرها. اكيد طبعا طبعا رح منشوف بهالوقت. كمان احنا عم نحضر السلاد ورح منشوف المنيو يلي خاص فيكم من جمعيه وومن تو وومن سكسس. بعد شوي رح نشوف المنيو، رح نشوف كمان الارقام وكيف واحد بيقدر يتواصل معكم لحتى يقدر يوصي على كل هالاطباق يوميا. عظيم. هلا بنحط الجوز. بتشهي اكيد مزينه. والبندوره حلو. البندوره بس بهالايام صار ايام عم تيجي كثير كبيره. ما بقى عم نفهم. اي اوقات كبار اوقات صغار. اي مزبوط.
ايه هيك اكيد اصغر احلى. اوكي وهلا هيدا نحط عليها الصوص اللي هي خلي البلسميك مع ملعقة سكر اسمر مع زيت، قد ما حطيتي خل بلسميك قد ما حطيتي زيت نفس الشيء نفس الكمية نخلطها. وملح اكيد نخلطهم بنسقيها. عظيمة. رح اخذها منك انا، رح احطها هونيك حد اللي خالص. هلا رح نرجع نشرح هونيك كمان شو عنا. ليلي ما شافونا قبل كنا عاملين هون مهلبيه، صحيح؟ ايه عاملين مهلبيه بالامر الدين، الامر الدين كثير مشهور برمضان انه هو لانه بيكسر بيكسر العطش وبيعطي فيتامين كثير. هلا نحن بدنا نحضر الروستو اللي انا من بعد ما سلقتها خليتها لتبرد على القليله، لازم تبرد 3 ساعات تبرد تماما، لان اذا ما بردت ما فينا نقطعها، ما فينا نقطعها ابدا. انت تركتيها وقطعتيها، هون عندنا اياها مقطعه خالصه. مقطعه خالصه. وين بدك لحتى نقدمها وكيف رح نقدم ونرجع نشرح؟ يلا اوكي، بس احنا هلا شوي صغيره بدنا عندنا زبده، بدنا نقلي شوية زبده لحتى نقلي الخضره كلها شوي، نقلبها شوي. انا سلقتها لوحدها الخضره، والخضره اللي بكون اياها فيكم تحطوها، بروكولي كمان بتلبق لها، البندوره المشويه ممكن كمان. بدك تحطيهم كمان البروكولي معهم؟ ممكن نحطهم. ممكن نحطهم. ايوه عظيم. هلا بنحط لنا شوية ملح. بنقلب قلبتين بهالوقت. لحساوي انا الصوص اللي هي كل الخضرة اللي كنت عاملتها انا طحنتها. ايه. رح زد لها ملعقة طحين. خليها تخطر شوي لنقدر نطلقها على الصوص. لكن عم نسخن، نتذكر هون شو كنا حطينه. هون حطينا الخضره كلياتها، البصل والثوم، كرفس وكرات والجزر كلياتهم. اكيد حاطه انا حب هيل، حاطه حب ينسون، حاطه حبوب الفلفل، ورقه الغار، كل المطيبات باللحم بتاعت اللحمه حطيتها فيها. اوكي. طحنتها بالمكنه وهلا عم حط لها طحين مشان بدي شوي خليها تسمك لحتى اقدر احطها على الروستو. اوكي. رح نقدم بهيدا الطبق؟ لا رح نغير. هلا رح نغير. عم نحكي شوي عن المهلبيه. اكيد. حطيت انا 4 كبيات حليب، كبية سكر، نص كوب نشا ناعم. خليتهم على البارد اكيد حطيتهم، وخليتهم لحتى يغلوا ويجمدوا. هلا بطنجره ثانيه حطيت قطعت القمر الدين قطع قطع وحطيته بمي بس. هلا لما غلي لما داب زدت عليه شوية مي مع ملعقتين نشا بس لحتى يجمد شوي يصير مثل مربى لأقدر أحطهم على. أوكي. على المهلبية. هلا عندي هيدي خلصت وهيدول كمان. هيدي رح تصفن هلا هون. أيوة. خلصوا. هيدول الزبدة. بدك اياها على نار قوية؟ لا مش كثير خلص، بس هي انا هي مسلوقه وكل شيء، بس انا بدي اخذ لها لون، يعني بدي اخذ لها طعم شوي، طعم من الزبده. هلا هي اكيد بتطعم مع الصوص واللحمه بعدين حدها. اكيد. ايه اكيد اكيد. يعني هي الصلق بحسها انه مش كثير يعني. هلا انا عامله هون الجبنه، البطاطا، البطاطا اللي محشيه صوص بشاميل والجبنه المبلوش. خلينا نتذكر شوي كمان هون كيف شو عملنا. البطاطا قصيناها، لازم تكون سميكه، وقصيناها بالنص. حفرناها بالملعقه، عملنا صوص البشاميل اللي هي كبيت حليب، شقفه زبده، ملعقتين طحين، و
بنحركهم لحتى يجي تجمد، بنحشيها فيها. هلا البطاطا اكيد سلقتها انا 10 دقائق شوي، مش اكثر من 10 دقائق، بدي اياها لانا كثير مستويه ولا لانه بعدين بدها ترجع تفوت على الفرن، لانها بدها ترجع تفوت على الفرن. حشيت صوص البشاميل وحطيت لها الجبنه المبروشه على وجهها. هلا انا بدي اجيب ال وقد ايه بعدين بالفرن نرجع نحطها كمان شي 10 دقائق بس لحتى تتحمر، بس تتحمر ايه لانها بتستوي خلص. يا هلا رح نبلش نقدم، رح نحط يا تقصيها بسكين عادي ايه بترجع إيه بس تبرد خلص قد ما بدك تكون رقيقه بترق. عظيم. هاي اللحمة أول شيء، هاي اللحمة. هلا بنجيب الخضرة، هلا أنا عم بسلق سلقة الخضرة وقلبته بشوية زبدة. أوكي. وبدي حتى نقدمها كثير طيب معها الخضره، اكيد كثير طيب مع الخضره، حتى بندوره فيك تحطي. عم بقول لك شو ما بدك خضره فيك تحطي فيها، بس انا بحب اني احط فيها الكوسه بتطلع طيب كثير معها، وبروكولي، الجزر اكيد. هلا نحن وعم نزين فيك تحكينا شوي عن رمضان، شو رح كيف شو هن اهم الاطباق يلي رح بتكون الاطباق الرئيسيه اللي شفتونا هالاسبوع وكل يوم كاملين ان شاء الله هالاسبوع كلياته نعمل كله انه يكون لرمضان. عظيم. الطبق الرئيسي مع السلاد اللي بتحبوها يعني في هلا العالم الفتوش بتحسي انه طبق تقليدي صار. هلا في كتير سلطات والسلاد كتير عم تعطي فيتامين، يعني العالم عم تحب السلطة الصحية مشان هلا الفتوش كتير صحي كل شيء فيه بقلبه. ايوه انا ايه بس بعد فيه يعني انه مش رح ناكل بس فتوش، عرفتي؟ لا اكيد بدنا نغير انه مثل السلطة اللي هلا اليوم سويناها، مثل السلطة اللي سويناها يوم الجمعة. في كتير منوع الصلات اللي نحن عاملينه، عاملين كمان معجنات اللي بكره رح اسوي معجنات اشكال مش الاشكال كلها بس رح اعمل معجنات لانه هو بزين سفره رمضان المعجنات. اوكي. وعندنا طبق الحلو اللي مسويين اللي رح نسويه، اللي بيطلب لازم يطلب قبل 48 ساعة. بيجوا كلهم سوا يعني بيجوا كلهم سوا بقلب العلبة لحتى يقدروا يوصلوا. ايوه بتوصلون ياهن على البيت؟ وصلون ياهن على البيت بس لازم يطلبوا قبل 48 ساعة لحتى نحضر. لانه نحن عم نفرج المنيو وعم نحط كمان ارقام وكيفية كيف واحد بيقدر يتواصل معكم. بعد في البطاطا تحطيها حدها هاي البطاطا لكن مع صوص البشاميل. شو صرت حتى صوص البشاميل ما تلزق؟ نعم عندك صرت حتى صوص البشاميل ما تلزق او ما تجبل لانه فيك بدك تنوصل الغاز على شوي شوي انها تغلي. ايه ما هي شو ما تغلي بنكون فتنا بالحيط بكون لزقت. لا مش رح تلزق. هلا هيدي الصوص اللي عملناها. عظيم. قد ما بكون فيكم تجمدوها. هلا في ناس ما بيحبوها بصوص، بيقولوا انه فيها طحين خاصة الصبايا. ايه. فيهم ما يحبوا بس مش طيبة هيك ناشفة كثير انه بدها اكيد بدها صوص. اكيد بدها صوص. عشان هيك انا عملت هيدي الجبنة معها. بتشهي. هلا الصوص نحن بنسكبها، اللي بحب يزيد صوص في زيت. ايه طبعا بتنحط
تنحط حد الطبق يلي بده بيقدر اكيد انه يزيد يلي هو بده اياه. رح نشيل هون نبلش. سهيلة انت اكثر شيء بشوف مشهوره باي اطباق؟ الطبق بكل شيء. بكل شيء. انا رح ارجع اذكر على الروستو وشدد عليها لانه هي الروستو كثير دقيقه وكثير بدها يعني بدك تتعاملي معها انه تمشي بالتبعيه. اول شيء اول شيء وقت ما عند اللحم اللحم شو بدي اقول له حتى تطلع طيبه؟ روستو انه ما في اشكال ما في لا 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 أوكي. هي الروستو بتجي من 2 كيلو طالع يعني قد ما بدك اياها بيعمل لك اياها اوكي. انا قليت زيت بالأول. حطيت زيت وقليتها لحتى حمرتها كلياتها حمرتها. من بعد ما حمرتها قطعت لها بصل حطيت لها كم حص ثوم حطيت لها ورقه غار قرفه كبشه قرنفل جزر كرات كرافس شو ما بدك مطيبه تحطي بقلبها المي بيلبق لها ايه بنحطها من غمها مي مع ملح اكيد وبنسلقها 3 ساعات يعني اقل شيء 3 ساعات. اول شيء بدك تقوي النار لحتى تاخذ الحراره وبترجع بتنوص الغاز. هلا في ناس بحطوها بالبريستو هيدا الواحد حسب رغبته. انا من بعد 3 ساعات شلتها مثل ما هي حطيتها بصحن وشلت لها الخيطان اللي هي بيكون مربطه لانها هي مش بتفرط. خليتها لحتى تبرد على الاخير الاخير بدها 3 ساعات لتبرد ما بتبرد قبل 3 ساعات. من بعد ما بردت قطعتها قد ما بدي فيني سمكها قد ما بدي فيني رققها اوكي حسب السكين كمان. اذا عم بيساعدنا اما لا ايوه نعم. اوكي هلا الصوص اللي طلع من بعد من المية المرقة اللي البصل والجزر وكل شيء انا حطيته بالمكسر بالخلاط وخلطته. من بعده حطيت له ملعقتين طحين شويه مي وحطيتهم على النار لحتى جمدوا. هلا قد ما بدك بتجمدي الصوص حبيتيها سميكه حبيتيها خفيف الصوص تاعها مثل ما بتحبي. عملت الصوص وخلصت وسلقت الخضره اكيد الجزر مع الفطر هلا الخضره واحد بيقدر ينقي اللي بحبه يعني في ناس بتروح على مايس بتروح على بازيلا بتروح على في كثير ناس بحبوا هيك. حطيت الصوص عليها وهيك طلعت. هلا البطاطا اكيد وحفرتها وسلقتها 10 دقائق من بعد ما سلقتها عملت الكبيت حليب مع ملعقتين طحين ونتفه زبده على النار قوي شوي بترجع بخففها قد ما فيني لحتى تجمد. بحشيها بحط لها جبنه المبروشه ومثل ما هي بحطها بصينيه وفوت على الفرن لحتى تحمر تاخذ هذا اللون. من بعد ما خلصتهم هيدا اول طبق خلص. اكيد السلاد بنرجع بدي احكي عن الروكا انه الروكا في كل كالسيوم والحديد والمغنيسيوم كل شيء فيه حتى الجوز فيه اوميجا 3 حتى الجبنه هي ما فيها زيت ابدا انا شويتها. عندك الشمندر كثير مهم كثير مفيد للدم. الفطر الفريش هي بهيدي السلطه فيها كل شيء فيها فيتامينات يعني حلوه على السفره وطعمتها كثير طيبه. اذا بدنا نحكي شوي عن الطبق المهلبيه ليش انا اخترت الصوص اللي فيه. هلا فيك تحطي صوص ممكن تعمليه ليمون ممكن تعمليه دراء حسب ما انت بدك. ليمون صعب بس ليمون ابدا بتعصري ليمون وبتحطي له نشا مع نتفه سكر على النار بتجمد بتصير مربى. بتصير هيك؟ بتصير مربى. شيء كثير مهضوم. اوكي في ناس بيعملوا بعصير التفاح كمان بحطوا له شويه نشا وممكن انه يحشوه تفاح من جوا هيك شقف. اوكي شقف في ناس بتحط شقف بقلب المهلبيه في واحد يحط شو ما بده يعني بس هو امر الدين انه هو كثير فيه غذاء ونحن من زمان نحن بنعرف انه نحن بناكل امر الدين برمضان مشان يكسرنا العطش ومشان يعطينا انرجي كل النهار لذلك اخترت انه اعمل المهلبيه بامر الدين. فينا هلا بعدين اذا حدا بحب يزين هيك زياده لوز بيقدر لوز وفي يحط بقلبها كمان اذا بحب وممكن يحطوا المشمش المجفف اذا نقع شوي وحطوا بقلبه كمان بتطلع طيبه. يعني سهيلة يعطيك الف عافيه انت وكل السيدات يلي موجودين بجمعيه ومن سكسس. الحلو هيك انه
كمان شغلة بتحبوها بنفس الوقت الكل عم بيقدروا انهم يستفيدوا انتو والسيدات، لانه الاكل اللبناني هو بده شوية دقة بس هو بسيط يعني، وبيقدر طيب الواحد يسويه وبيقدر قد ما بده يتحكم مش مثل الحلو. ميرسي لك. الحلو بدك له عيارات اكيد، بس الاكل قد ما بدك على الذوق بيقولوا. ميرسي لك، اهلا وسهلا فيك. ميرسي لتلفزيون المستقبل، شكرا لكم. مشاهدينا انا صار وقت اني اودعكم لليوم بعالم الصباح، بعطيكم موعد بكره الساعه 10 بتوقيت بيروت.